السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الموت يفجع الفنانة المصرية عبير صبري. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت الإعلامية المصرية بوسي شلبي وفاة شقيق الفنانة المصرية عبير صبري، وإنه سوف يتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر اليوم، تحديد موعد تلقي العزاء في وقت لاحق. والإعلامية بوسي شلبي نشرت منشور على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، ونعت فيه الفنانة عبير صبري وأعلنت خبر وفاة شقيقها. وكتبت وفاة شقيق عبير صبري وتشييع الجنازة غدا الأحد بعد وفاة الظهر. البقاء لله يا حبيبتي، ربنا يصبر قلبك يا رب. والفنانة عبير صبري نعاها عدد كبير جدا من نجوم الفن وكمان المشاهير في الوطن العربي، نعوها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. ونشر عدد كبير جدا من نجوم الفن نعي للفنانة، وطلبت الفنانة عبير صبري عبر حسابها بعد إعلان خبر وفاة شقيقها، طلبت من جمهورها الدعاء لشقيقها بالرحمة والمغفرة، وكمان طلبت قراءة الفاتحة. وبالفعل تداول عدد كبير جدا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر ونعوها عبر صفحتها الشخصية، داعين لشقيقها بالرحمة والمغفرة، داعين الله عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته وأن يسكنوا فسيح جناته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.